عذرا دكتور ممدوح نصلي، احنا بقى نزقف الالماني بتاعنا. جندوجان اشتغل يا دكتور، جندوجان اشتغل يا دكتور، انت قعدت تستنيها من مسعود اوزيل، جندوجان هو اللي اشتغل وادينا بنسقف للالمان اهو. شفت اللفه اللي لفها بتاجو سيلفا دي؟ شفت اللفه دي؟ دي جندوجان ما يعملهاش غير مره واحده في السنه بس. الحمد لله بيدينا ماتشين بس في السنه. السنه اللي فاتت عطلنا قدام ريال مدريد، السنه دي بقى جت قدام فرانك لامبرد وتشيلسي وحبكت ان هو يلعب لك مباراة العام بالنسبة له. بس الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كل الفرق في انجلترا كانت بتخسر وكله كان بيقول لنا يا جماعة ارجعوا نفسوا، ارجعوا نفسوا، واحنا قلنا انا مش عايز يا جماعة نفسي على الدوري، انا اساسا مستوياتي اللي بقدمها مش تساعدني المنافسة على الدوري. كلهم هترجع تنافس على الدوري تاني، والله برحيتكم نرجع ننافس يا جماعة. سبحان الله الماتش اللي الناس كلها مستنيه حكيم زياش يرجع فيه، تلاقي ان الفيود اللي بيلعب قدام تيمو فيرنر، تيمو فيرنر برضو تحس ان الراجل يعني خير رمك على خد، هو انا بجد فرانك لامبر بيلعبني كفيرود اصل انا نسيتها من زمان، انا متعود ناحيه الشمال دي، وتلاقيه كل شويه داخل هو وكريستيان بوليسيتش في ناحيه الشمال، يا ابني انت مكانك مش هنا يا ابني، خش لجوه شويه، انت اللي مكانك مش هنا، في غلطه من فرانك لامبر، قصدك ان انت الفيرود مش انا الفيرود، خش يا عم كريستيان جوه، وحكيم زياش عمال الله يخرب بيت اهاليكم، حد فيكم يثبت مكانه، عايز العب كروس ولا عايز اعمل اي باص ليكم انتوا الاثنين في العمق، بس المهم تسيبوا بعض يا ابني، تسيبوا بعض، واحد يخش واحد يطلع بره يا ولاد الحلال. بس انا عايز اعرف حاجه، هو فرانك لامبر بعد الماتش ده هيطلع يحمل مسؤوليه الكبه ويقول ان كبه هو سبب اخطاء خط الدفاع في تشيلسي، ولا هيكون ليه راي اخر ويطلع يتكلم على ان ميندي كان سيء في لقطه الهدف الثالث؟ والله لامبر ده بيعمل كل حاجه في الكوره، فممكن نلاقيه بيعمل اي تصريح في العالم. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم، انا اسمي اسلام حنفي ودي قناه اسمها بتاع التكتيك. نخش في الموضوع على طول. بص مش تخسر حاجه لو عملت لايك او عملت سبسكرايب. هنتكلم على مباراه تكتيكيا، مباراه انت عارف ان هي خلصت 3-1 لمانشستر سيتي، وتشيلسي بينزل المركز الثامن بعد الخساره، والسيتي بيطلع المركز الرابع، والدباجات الحلوه دي. تشيلسي بيلعب 4-3-3 و4-3-3 الناحيه الثانيه بتقابلها 4-3-3 لمانشستر سيتي، 4-3-3 للسيتي بيكون فيها كيفن دي بروين مهاجم، وبيكون موجود رحيم ستيرلينج ناحيه اليمين علشان خاطر جوردولا يفاجئ فرانك لامبرد ويلعب له ابراهيم ناحيه اليمين، وفي الفودن ناحيه الشمال علشان خاطر يحاول ان هو يقفل على حكيم زياش وما يخليش فيه مساحه موجوده لحكيم زياش، علشان خاطر في الفودن لعيب عنده سرعات، فيحاول ان هو يرجع يرتد بسرعه علشان خاطر الطريقه تحول ل 4 5 1 في الحاله الدفاعيه بالنسبه لمانشستر سيتي. وتلاقي ان مانشستر سيتي بيقرر ان هو يسيب الكره طوعيه للعيبه تشيلسي ويسيب لهم الكره بعد المرتدات. واكتر ماتشات بيب جوارديولا بيبدع فيها المباريات اللي هو بيكون في رد فعل فيها. تخيل مدرب قوته التيكي تاكا وقوته الكره من رجل لرجل لمسات سريعه، يكون بيعرف كويس قوي ان هو يشتغل وهو مش معاه كوره. بيب جوارديولا بيحاول ان هو يبين لفرانك لامبرت حاجه، ان انت عندك ما بين خطوطك في شارع وفدان يتلعب فيه. كيفن دي بروين كان مفترض ان هو على الورق فيرود، بس الراجل كان بينزل لتحت كتير علشان خاطر يفتح مساحات الاطراف اللي جايه رحيم ستيرلينج من ناحيه اليمين، وكمان في الفودن اللي عمل الحاله الدفاعيه كويس قوي وبيقرر ان هو يطلع يزيد معاك عادي. والزيادات اللي كانت بتيجي من ايكاي جندوجان او ايكاي انيستا او ايكاي بيرلو او ايكاي اي حاجه تقدر تقول عليها النهارده، ايكاي جندوجان كان حرفيا مان اوف ذا ماتش هو وكيفن دي بروين، بس كيفن دي بروين تالقه بيبقى عادي جدا، انما ايكاي يعمل مباراه زي العظيمه اللي عملها النهارده دي لا، حاجه تتسقف ليه للراجل ده. والراجل ده قبل كده برضه عمل مباراه عظيمه جدا زي مباراه ريال مدريد، وسبحان الله بيكون ممتاز جدا في ال 4-2-3-1 او ال 4-3-3 اللي بتعتمد فيها على ان هو بيلعب لاعب بوكس تو بوكس وعنده اداره هجوميه، والنهارده كان عنده اداره هجوميه ان هو بيخش في العمق اللي كيفن دي بروين فضاه. كيفن دي بروين لما بينزل يستلم ورا نجولو كانتي، نجولو كانتي النهارده ما كانش جيد نوعا ما، نقول كانتي وكوفاتيتش ومصر مونت عندهم مشكله ان هم في فدان يتلعب فيه وراهم وما بينهم وما بين كورت زوما وما بين تياجو سيلفا، ده بنسميه ما بين الخطوط. انما لما فجاه تلاقي ان اللعيبه زي مورينيو ما بيعمل كده في توتنهام، بتلاقي ان ما عندوش ما بين خطوط ولا حاجه، بتلاقي ان الاثنين الديفندرات مقربين تماما للعيبه المساكين. دي بقى شغل مدرب، فرانك لامبرت ما بيعملش الشغل بتاع المدرب ده. مش هنط لك للقطه الهدف الثالث، اقول لك ان لقطه الهدف الثالث دي كفيله اساسا ان هي تخلي فرانك لامبرت يتم اقالته بعد المباراه مباشره، لان ما ينفعش ان انت تكون خسران 2-0 وفجاه مره واحده كل اللعيبه بتطلع قدام، وحتى الاطراف اللي هو مفترض ان هو واحد فيهم بيكون قصير فبينزل تحت يغطي، ما فيش حد بينزل تحت يغطي تماما، وده شغل بيثبت لك قد ايه فرانك لامبرت مدرب عاجز جدا تكتيكيا وعاجز جدا خططيا. وده مش حاجات جديده انا بقولها، دي حاجات بقولها بقالي فتره طويله جدا. انا زيك بحب فرانك لامبرت، انا بحب فرانك لامبرت جدا، مش مشجع تشيلسي تمام، مش مشجع تشيلسي، بس انا بحب فرانك لامبرت كلاعب اسطوري. انما كمدرب لما بدا يدي كل المشاكل الدفاعيه على كبه، انا حسيت ان الراجل ده مع احترامي ليك انت بتلوش. لما تحاول ان انت تلبس اللعيبه بتاعتك الليله كلها وتقول ان مشكله الفريق دفاعيا في كبه، ادي غيرت كبه وجبت مندي. هل مندي قدر ان هو يشيل اخطاء خط الدفاع النهارده؟
تقدر تسأل ميندي على الهدف الثالث اللي راح عليه انفراد، تقدر تسأل ميندي مثلا على لقطة الهدف الثالث اللي بتلاقي ان بالاخر الهدف الثاني اسف اللي بتلاقي ان الاثنين مساكين بتوعك، الاثنين مساكين بتوعك ماسكين بعض والاثنين سايبين فيل فودن لوحده ويتبصله في الست ياردة وفيل فودن يحط الهدف الثاني. دي المنظومة الدفاعية اللي اتطورت بعد ما ميندي جه. كفايه ان انت بتعتمد على شغلك الهجومي على حكيم زياش لوحده، طب تمام ده طورت خط هجومي ولا طورت خط دفاع ومستني ان انا ادعمك علشان خاطر اسمك فرانك لامبرد اللاعب الاسطوري لتشيلسي؟ هتقولي طب ما كنت اتكلم على مانشستر سيتي والابداع اللي السيتي عمله جوه الملعب. اقول لك تمام، هو كل اللي السيتي عمله ايه جوه الملعب؟ ساب الكوره للاعيبه تشيلسي، اعتمد على ان هم بيبنوا الخطوط عندهم ضايعه تماما، واعتمد كمان على بطء الاثنين مساكين، وده قلناه في اول الموسم، وان لما تكون بتحاول ان انت تعمل استحواذ على الكوره وخطوطك مش متقاربه بيحصل معاك كوارث، ودي كانت بتحصل مع ليفربول في بدايه الموسم لما كنت بتلاقي ان فيرجيل فان دايك بيتاخر شويه ورا جوردن هندرسون، فبيسيب مساحه للاعيبه المهاجمين ان هم يظهروا ويستلموا فيها ويروحوا على خط دفاع ليفربول. ده بقى موجود جوه كل مباراه لتشيلسي فرانك لامبرد، شغل تكتيكي بحت جوه الملعب، لعيبه بتلعب بيهم مفيش خطوط متقاربه، مفيش كمان خطوط، مفيش خطوط دفاع عاليه، يعني وانت معاك الكره مفترض ان لعيبتك بتكون بالشكل ده 4 3 3، نص ملعبك بيزيد، الثلاثه بتوع نص الملعب بيزيدوا المركز 6، الاطراف بتاعتك برده بتحاول تزيد، بتحاول تزيد عشان تعمل حاله هجوميه، دول بيخشوا في العمق 6 و10 اللي هم الديفندر وصانع الالعاب، ومركز 8 اللي هو لاعب البوكس تو بوكس، طبعا الفورورد مركز 9، الاثنين اطراف 2 و3 بيحاولوا ان هم يزيدوا معاهم، 4 و5 اللي هم الاثنين مساكين مفترض ان هم بيكونوا مقربين تماما عليهم جوه الملعب. هل الكلام ده مع تشيلسي بتشوف ان جوه الملعب مركز 4 و5 الاثنين قلوب دفاع مقربين؟ اتحداك اتفرج على مباراه ويست بروميتش في بدايه الدوري، هتلاقي ان المساحه والفدان اللي كان فيه تياجو سيلفا وكان كورتو زوما جنبه نفس الوضع، هو مفيش اي حاجه بتتغير، مفيش اي حاجه بتتطور تماما جوه الشغل التكتيكي بتاع فرانك لامبرد. يبقى انت تقول لي ان انا لما هاجي فرانك لامبرد اكون بحاول ازيد؟ لا، ده هو اللي اساسا بيعتمد على قدرات اللعيبه الهجوميه. وحكايه النهارده تيمو فيرنر وكريستيان بروسيتش اللي انت حبيت تفاجئ بيها بيب جوارديولا، انت فاجئت تيمو اساسا، يعني تيمو اساسا نسي ان هو فيرود. يا حبيبي الراجل ناسي ان هو فيرود، الراجل كل كره تيجي يحاول يروح ناحيه الشمال، كل كره تيجي يحاول يروح ناحيه الشمال، فكان الموضوع صعب جدا بالنسبه له، كان صعب مستحيل. الراجل خلاص 14 15 ماتش بيلعبه من الناحيه دي مهاجم، تيجي النهارده تقول له انت هتعمل اوفر لاب، انت هتعمل سويتشات انت وكريستيان يخش شويه وده يخش مكانه، وهنستنى زريتا اللي هتيجي من نص الملعب اللي كوفاتيتش هيأديها وكان من موسم مونتا هيأديها. طريقه بيب جوارديولا ورجوع اللعيبه ب 4 5 في الحاله الدفاعيه واعتمادوا على المرتدات خلى الطريقه بتاعتك دي فاتك تماما، استحواذك على الكوره في اول 45 دقيقه وانك شفت ان بيب جوارديولا سيب لك الكوره وتحاول برضو انك تهاجم الشوط الثاني وتفكر كمان انك تغير نجولو كانتي، المفترض ان انت لبست المشكله دي الهدف الثالث كلها ولبست ان كانتي هو اللي شاط بدري ومش انا اللي موقف اللعيبه ولا حاجه، وتنزل مكانه مين؟ بيليجو المورا اللي هو يخرب بيت سنينك، بتنزل مساك دلوقتي انت بتعمل ايه؟ بس عادي. اما كلام ان رياض محرز كان لازم يبقى اساسي والكلام ده، الخطه اللي كان معتمد على الاطراف اللي بترجع وترتد بسرعه، رياض محرز كان هيلعب ازاي طيب؟ بالعقل. اما كلام بتاع رافخ ليه لا عادي بيلم انصار جزائريين، لا فنيا وتكتيكيا، لا الفرقه ما كانتش محتاجه رياض محرز النهارده اطلاقا جوه الملعب. مباراه جيده لمانشستر سيتي، جيده جدا بترجعه للمنافسه، مباراه سيئه لتشيلسي واتمنى ان هي تكون نهايه فرانك لامبرد، عوده نوعا ما سيئه في توقيت سيء لحكيم زياش، بس الراجل هيعمل ايه جوه الملعب؟ الراجل الفرقه نوعا ما مش قادره تشيل نفسها، فهو هيعمل لهم ايه؟ انا حكيم لسه راجع من الاصابه محتاج فريق يشيله، فبالك بقى الفريق ده محتاج حد يشيله، مدرب كمان محتاج حد يشيله، مثلا كلهم محتاجين يتشالوا، فحكيم زياش هيرجع النهارده هو اللي يرجع كل المهام المجريه، كان الموضوع صعب جدا ومستحيل. مش تخسر حاجه لو عملت لايك لو الفيديو عجبك، ولا تخسر حاجه وانت بتعمل ريسلايك قلت لي ليه عملت ريسلايك.